أكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الكاتب الصحفي كرم جبر أن الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تعد رسالة من مصر للعالم بأنها تحترم حقوق الملكية الفكرية. وخلال مؤتمر صحفي برعاية رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، شدد جبر على أن مصر تشجع العقول المبدعة في جميع المجالات، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية تم إعدادها تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وترتبط أهدافها ومحاورها مع كل من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وأجندة المنظمة العالمية للملكية الفكرية للتنمية ورؤية مصر 2030 وبرنامج الإصلاحات الهيكلية التي تتبناه الحكومة. النهاردة يوم مهم جدا بمناسبة الإعلان عن إطلاق الاستراتيجية المصرية للملكية الفكرية اللي هيطلقها هيعلن عنها فخامة الرئيس إن شاء الله يوم الأربعاء القادم. من هذا المكان بنوجه الشكر والتقدير لفخامة الرئيس لإطلاق هذه الاستراتيجية، لأن كانت في مطالبات في الداخل وفي الخارج أيضا أن مصر تنضم لهذه الاتفاقية. المناسبة الحقيقة مناسبة مهمة جدا، والأشياء بترتبط ببعضها، لأنها هنعقد في شرم الشيخ في الفترة القادمة في نوفمبر القادم مؤتمر المناخ. إطلاق الاستراتيجية في هذا الوقت هيبقى مهم، لأن هيبقى في جزء للتصدي لقضايا المناخ والتكنولوجيا الخضراء وتوفير الاستثمارات والتمويل لنقل وإتاحة هذه التكنولوجيا. يعني الأحداث مرتبطة ببعضها.